الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم في درسنا الثالث من صحافة المواطن صحافة الجوال مع كوكبة ونخبة من الشباب الطيبين المباركين. سيكون حديثنا اليوم عن التحقيق الصحفي وستناول البرنامج أيضا مراجعات لما أخذناه في الدرس الأول والثاني. كيفكم يا شباب؟ الحمد لله. بدنا نستذكر هيك بشكل سريع ما تداولناه بالأمس واليوم، محاضرات الأمس وقبل الأمس طبعا، من محاضرات حول التقرير وحول الخبر الصحفي وحول صحافة الجوال صحافة المواطن. من يستذكر معنا بشكل سريع ما تحدثنا عنه؟ تفضل محمد. خبر له خلفية تميزه عن التقرير. هذه ميزة أيضا. مجدي، التقرير وهذه المعبات كلها لها بداية وعرض ونهاية إلا الخبر، فهو له بداية وله خلفية الخبر. خلفية. إذا قلنا كل أنواع الكتابات لها مقدمة وعرض وخاتمة باستثناء الخبر له خلفية أيضا. تحدثنا عن الأخبار العاجلة وعلى رسائل RSS التي أضافتها المواقع الإلكترونية لها، وتحدثنا عن رسائل MMS الرسائل المصورة أيضا. تحدثنا عن إعداد التقرير التلفزيوني. تفضل. مميزات صحافة الجوال من شير وتعليقات وأخبار عاجلة. مميزات صحافة الجوال: الشير، التعليقات، الأخبار العاجلة، الهاشتاج أيضا. تحدثنا عن قواعد الكتابة للصورة والمقتطفات الصوتية. أيضا تحدثنا أن الإعلام يسعى لخدمة الإعلام. أيضا الأخبار التي على الجوال من الجوال لا تلغي أهمية التلفزيون لأنها هو الأهم. صحافة الجوال لم تلغي التلفزيون. قلنا أن خبر ليس له خاتم، صح؟ أو ذكروها هذا. صح. الخبر ليس له خاتمة، له خلفية للخبر. خلفية، نعم. يذكر أن أو جدير ذكره. أيضا معلومة إضافية لما شاركوا بنتي. تفضل. بس سيف. تكلمنا عن الأسئلة الخمسة اللي في الإعلام. الأسئلة خمسة أو ستة، تمام. بعضهم يقول مدرسة تقول خمسة ومدرسة يقولوا ستة. ما هي الأسئلة؟ من ولماذا وماذا وكيف وأين وهو ومتى. تفضل مروان. هناك تخصص في صحافة الجوال. صحافة الجوال فسحت المجال واسعا لموضوع التخصص. طيب الأسئلة الستة، كل سؤال لماذا، يعني كل سؤال ما الهدف من كل سؤال مروان؟ اللي هو من وماذا بالضبط، من لماذا تستخدم، من قام بالحدث، ولماذا لماذا حدث الحدث، أو ماذا حدث. طيب أين المكان، أين المكان، تمام. كيف، أين حدث. أيضا عمران تحدثنا عن التبسيط، أن صحافة الجوال استخدمت لغة التبسيط، استخدمت لهجات المدن ولهجات القرى أحيانا ولهجات البلدان التي تستخدم فيها. أيضا تحدثنا عن أن التحقيق الصحفي يكون سؤال واحد للجميع، وأن الحوار الصحفي يكون عدة أسئلة لشخص واحد. وأن التحقيق الصحفي يكون سؤال واحد للجميع. جميل. أيضا تكلمنا أيضا عن تقرير أو كلام الصورة. تحدثنا عن أن التقرير هو الكتابة للصورة أو الكلام للصورة. أخش مشاهد ومقتطفات مثلا من وكالة الأنباء أو الاعتماد على صور أحيانا نأخذ مقتطفات من وكالات الأنباء ونكتب لها. هذا الـ RSS ذكروا الـ RSS اللي أضافتها المواقع الإلكترونية إلى صفحاتها لكي تتواصل مع جمهورها. إبراهيم، الأسئلة الستة أو الخمسة هذه إنها لا تكون استفهامية. ما فهمت عليك. يشترط الله تكون استفهامية يوم تلقيها. لا، هاي الفكرة أنت فهمها غلط. قلنا عندما نستخدم بالأسئلة الستة بالخبر نجيب عليها في الخبر، في التقرير لا تكون الأسئلة استفهامية. يعني ما يزدى بين التقرير والخبر والتحقيق. أنت لا تكون الأسئلة استفهامية في خبر الجوال. أخبار الجوال.
أخبار الجوال لا تكون الأسئلة استفهامية، بالصحافة العادية يمكن أن تكون الأسئلة استفهامية، الصحافة المطبوعة، في صحافة التلفزيون، في صحافة الإذاعة يمكن أن تكون، لأنه سيأتي الإجابة لاحقا وسريعا عليها. أما في الجوال ربما يرى السؤال ثم لا يتابع ما بعده. تمام؟ أيضا صوت طبيعي. الصوت الطبيعي لماذا؟ نحن لا نعيش في عالم صوت. تحدثنا عن الصوت الطبيعي الأمبيانس، فتحات صوت ضمن التقرير الأمبيانس، والسام بايت، السام بايت اللي هو فتحة الصوت الطويلة اللي نأخذ منها مقتطف صوتي من الكلام، أما الأمبيانس هو الصوت الطبيعي. أيضا المقتطفات الصوتية ذكرها الآن، المقتطفات الصوتية صوت الطبيعي. إن إعداد التقرير يتطلب مشاهد دقيقة لما يتوفر من إعداد التقرير، يتطلب مشاهدة دقيقة لما يحتويه، تحتويه الرشز أو المادة المصورة من صور حتى نعرف لماذا نكتب. في خبر الجوال نأخذ أهم الأسئلة، الأسئلة ستة تقريبا. صح. في أخبار الجوال نأخذ أهم الأسئلة ونجيب عليه كي نوصله للمواطن. لماذا؟ القنوات تعتمد على الأخبار التي تجلب أكثر نسبة تفاعل، حيث مثلا إذا كان قنوات على الأخبار التي تجلب تفاعل كبير وردة فعل جماهيرية كبيرة. مثلا ضربنا مثال بعمران، كان خبر بسيط إلى أن تحول إلى تحقيق. حدثنا عن أنسنة الحالة. عن أنسنة الحالة بس محمد جاي إذا تحدثنا عن أنسنة الحالة وضربنا مثالا منها أنها تستخدمها وسائل الإعلام وربما بمواقع التواصل الاجتماعي تحدث أثرا أكبر. أكبر إيه؟ أيضا الصفات. تكلمنا عن الروابط والكلمات المفتاحية. تحدثنا عن الروابط التي تضمنها المواقع الإلكترونية، أن الروابط نكون نقرأ مادة فيوجد رابط يأخذني إلى مادة أخرى ثم رابط ضمن المادة، وضربنا مثال بالويكيبيديا. الروابط وأيضا الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية اللي تنحط في أسفل الكلمات المفتاحية غير الهاشتاج. كلمات مفتاحية للمادة توضع في اللي بيعرفوا بيشتغلوا بالمواقع الإلكترونية بيعرفوا إنه بآخر كل مادة. ضربنا مثال جوجل. تحدثنا بأنه من خصائص المواقع الإلكترونية أنه تتيح لك إمكانية التعديل بعد الخطأ. تحدثنا أن هذه نقطة مهمة جداً أن المواقع الإلكترونية تتيح لك التعديل، يمكن أن أنت بأي وقت تضيف فكرة أو تضيف مادة أو تعدل أو تحذف، هذا غير متاح لا بالصحافة المطبوعة ولا بالصحافة التلفزيونية. التلفزيونية تكلمنا مثلاً التقارير التلفزيونية مدتها ونشر فيديوهات التي تلقى مثلاً مشاهدات أكبر. تحدثنا عن التقارير التلفزيونية مثلا مدتها مدتها أقل وتحظى بمشاهدة أكبر ويمكن استخدامها في الجوال. صح. في حين أن التحقيقات الصحفية لا تحظى باهتمام بصحافة الجوال. شو السبب؟ التحقيق الذي نتحدث عنه ليس له أثر كبير في صحافة الجوال لأنه مدته طويلة، غالبا التحقيق التلفزيوني يأخذ ساعة، ساعة ونصف، أحيانا 45 دقيقة، في الصحيفة يأخذ صفحتين مطبوعتين لأنه هو يحتاج إلى آراء كثيرة، أما التقرير يحتاج إلى دقيقتين، دقيقتين ونصف. طبعا هناك تحقيقات سريعة ومصغرة. أيضا مجدي برضو تعلمنا من قواعد كتابة الصورة ألا ألجأ إلى الصور اللي هي لملء الفراغ، ألا أستخدمها لملء الفراغ، ألا أستخدم الصور لملء الفراغ. لسه في شغلة كمان، الصور الأرشيفية ما حدا حكى عنها، إنه إذا استخدمت الصور الأرشيفية بشير للتاريخ والعنوان والزمن. أكثر من مرة يجب أن تشير إلى هذه الصور الأرشيفية، ويجب أن نشير إلى أن هذه الصور الأرشيفية ما شاء الله، يعني ما شاء الله حافظين المحاضرة. أيضا في التقارير تحدثنا كذلك عن خطوات الحوار الصحفي، وقلنا بداية البحث عن المشكلة ثم بعد ذلك إيجاد الحلول المناسبة ثم تقييم الحلول البديلة ثم هذا في التحقيق وليس في الحوار. في الحوار الصحفي تحدثنا وذكرنا عن التقرير، ذكرنا هذه النقطة في أنها يبحث عن الحلول ويثير مشكلة ثم يحاول إيجاد حلول لها. أما الحديث الصحفي قلنا أنه هو مجموعة أسئلة تطرح على شخصية واحدة. نعم. إذا كنت تذكر. نعم. عبد الله تحدثنا بتأسيس الإعلام الإلكتروني، أن التعليقات التعليقات ساهمت كثيرا في نشر عدد زوار أكبر. وذكرنا أيضا فكرة مهمة، وذكرنا الاتصال الهاتفي بين الأشخاص. تمام. أن الإعلام الإلكتروني اعتمد على شو؟ على كمية المعلومات المتداولة بين الأفراد والأشخاص. من هنا نشأت فكرة الإعلام الإلكتروني. أيضا مراعاة معايير الصحافة اللي هي الثلاثة، الحياد والموضوعية والدقة، وأن بكل مواضيعنا بالخبر ولا بالتقرير نراعي معايير الصحافة، الحياد والدقة والموضوعية.
مسألة ظهور الإعلام يعني لازم تكون فيها موازنة، لا تكثر من الظهور حتى لا تتسلط عليك الأضواء وتكثر أخطائك. بالضبط، هذه نقطة. أيضا الإعلام التلفزيوني يطلع أخبار في المواقع حقته بسيطة جدا عشان يخلي الجميع المتابعين يرجعون إليه، ما يطلع جميع أخباره. الفرق بينه وبين الإعلام الإلكتروني أن التلفزيوني ما يطلع جميع أخباره، يبغاها حصرية عنده عشان يتم متابعتها. الأخبار التلفزيونية تبقى حصرية بينما الإعلام الإلكتروني تتداول بشكل أسرع. حدثنا عن مسألة الإعلامي صاحب المبادئ والقيم، لأن إذا كان في حتى ولو كان في قناة يعني ما عندهاش جماهيرية كبيرة ولكن صاحب مبادئ، أن الصحفي لا يتجه إلى الصحافة الصفراء. عماد أيضا أعطينا شي فكرة من عندك. صحافة الجوال هي عبارة عن أخبار عامة وتعليقات وشير. صحافة الجوال هي تساهم التعليقات والشير والأخبار العامة في انتشارها بشكل كبير. سألت سؤال أمس أنه كيف أعرف أن هذه التقارير لها مشاهدة أكبر؟ كيف؟ جاوبني بقى أنت، كيف أعرف أنه التقارير لأنه عندهم برامج تبين لهم عدد المشاهدات. عندهم ببرنامج البث ببين معي قديش كمية المشاهدة، وبالفيسبوك إذا نشرنا على الفيسبوك أو اليوتيوب تعطيك عدد المشاهدات، لذلك يعرفوا إيش الموقع عدد المشاهدات. صحيح؟ إذن حديثنا اليوم سيكون حول التحقيق الصحفي وأهمية هذا الفن اللي نوجد بالصحافة. رافع إيدك سيف، تفضل. في برضو ذكرنا إنه التقرير اللي يعني الناس تقيم التقرير من كثرة المشاهدة، يعني كل ما يعني كثرة المشاهدة خلاص ينزل التقرير من فترة لفترة. أحيانا يتم إعادة نشر التقرير. نكتفي بهذا القدر مشان نبدأ محاضرة اليوم. الموضوع تحقيق أستاذنا محمد إنه يعني نتوسع أكثر في التقرير الصحفي، لأننا أكثر ما نحتاج التقرير الصحفي حتى في صحافة الجوال. حتى في صحافة الجوال تحتاجون تقنية صحفية. سأتطرق للتحقيق إنه هي الفنون مترابطة مع بعض. سأعطي نصف ساعة ثم سأعود للتقرير استجابة لمطلبك إن شاء الله. السلام عليكم من أول جديد، الله يعطيكم العافية، وما شاء الله نشيطين اليوم أفضل من مبارح. اليوم في نشاط أفضل، وبتمنى تكونوا مركزين معي لأنه التحقيق يحتاج إلى قليل من التركيز. التحقيق الصحفي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا صحافة المواطن أو الجوال تستخدم أيضا التحقيق الصحفي، لكن تستخدمه غالبا على طريق أسئلة تطرحها للجمهور وتستخدمها في برامج مشاهدة أو برامج فيها آراء متناقضة، فتطرح سؤال مثلا تكون إجابته بسيطة بنعم أو لا. إذا تستخدم برامج التحقيقات الصحفية مثل برنامج مثلا الاتجاه المعاكس، بياخذ استبيانات رأي، هل الآراء اللي بيجمعها هي عبارة عن آراء المواطنين أو آراء الناس اللي بتجاوب غالبا عم يستخدموها بنعم أو لا. طبعا في مؤسسات دراسات بشكل أكبر عم تطرح أسئلة أكثر من نعم ولا. طبعا هذه تعتمد على فن، شو هو فن التحقيق الصحفي. طيب كيف يتم تداولها بجوال؟ غالبا تقتطع أجزاء من البرامج التي تستخدم التحقيق الصحفي وتطرح في السوشيال ميديا. يعني أنا ما بأخذ البرنامج اللي مدته ساعة أو ساعتين، إنما بأخذ دقيقة أو دقيقتين مهمين في البرنامج وأقوم بطرحهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو إدخالهم في مواقع الإنترنت أو إثارة خبر حولهم. مثل اللي تفضل مثال حي اليوم، مثلا فيصل القاسم منزل تغريدة إحصائية إنه ترامب هل الأفضل للسوريين أم أوباما كان أفضل للسوريين. فاليوم موضوع الحقيقة هذا نوع من التحقيق الصحفي اللي كنا عم نحكي فيه. تفضل. مسألة المقاطع والمشاهد، انتشرت برامج في اليوتيوب أنها تأخذ مقاطع لإعلاميين مشهورين وتركب وتوجه رأي عام نحو قضية معينة. بالضبط، من هذا مجموعة من آرائه تأخذ ثم تدمج في برامج المونتاج. لكن نحن سنتحدث في محاضرة اليوم عن طريقة بناء التحقيق الصحفي الأكاديمي وكيف ينشأ بشكل صحيح. التحقيق الصحفي يعتمد على ظاهرة أساسية وهي ظاهرة التفسير، أو مادة أساسية وهي مادة التفسير. في هناك تفسير فكرة يعتمد على تفسير فكرة، وهناك تفسير الكلام، الكلام المتداول، وهذا يستخدمون في تفسير كلام الشخصيات الرسمية مثل وزراء الخارجية، رؤساء الدول. نعم، الانفوغرافيك والانفوغرافيك البيانات، تفسير وفي تفسير المشكلات وإيجاد الحلول لها، وفي تفسير أحوال الناس وطبائعها أيضا. وأيضا موجود هذا بتفسير الكلام، في عدد لا منتهي من أنواع التفاسير. تفسير الكلام طبعا بيدخل تحته عناوين كثيرة، في تفسير الأحاديث أيضا، ويعتمد على نقطتين أساسيتين اللي هي التحليل
ليش بنعتمد على التحليل يا شباب؟ لأنه بيكون عندنا في مشكلة في التحليل. الصحفي المحقق، الصحفي المحقق يجب أن يكون مفسرا، ويجب أن يكون محققا، ويجب أن يعتمد عندما تواجهه مشكلة يريد أن يحققها على التحليل، تحليل هذه المشكلة ثم إعادة تركيبها. لماذا؟ من أجل إيجاد الحلول لها. والمحقق الصحفي غالبا لا يعمل بمفرده، يعمل ضمن ورشة عمل، فتلاقيه يعمل مثلا مع مجموعة 5-6 صحفيين يعملون، وربما المطبخ الصحفي ربما يستعين أيضا بماذا؟ ربما يستعين أيضا بصحفيين ذوي اختصاص، يكون مثلا هو يحتاج في هذه النقطة صحفي متخصص في الاقتصاد، أو صحفي متخصص في الرياضة، أو صحفي متخصص في الاجتماع، أو صحفي متخصص في الاجتماع، فيحتاج إلى هذه النقطة. إذن التحقيق الصحفي يحتاج إلى هدوء، وغالبا ما تأخذ التحقيقات الصحفية وقتا كثيرا وطويلا في الإعداد لها، تحتاج إلى السرية في بعض الأحيان، وأحيانا تحتاج إلى السرية. المحقق الصحفي هو الأعلى أجرا في العالم، وهو الأكثر طلبا، إضافة لذلك لكن هناك الذين يعملون في التحقيقات الصحفية هم صحفيون مختصون وأمضوا خبرة طويلة. ثلاثة، التحقيق الصحفي يحتاج إلى كل العناصر التي سبقت، يحتاج إلى الخبر، ويحتاج إلى التقرير، ويحتاج إلى الحديث، يعني يعتمد عليهم، لأنه هو أصلا يعتمد على منشر. مثلا أنا بدي أسوي تحقيق صحفي عن مثلا وزارة الأغذية أو عن وزارة الصحة، فأنا بدي أشوف كل ما نشر عنها حول هذه القضية في الصحافة وفي الإنترنت وفي التلفزيون، فأبدأ بجمع المعلومات، ثم أبدأ بتحليلها، ثم أبدأ بأخذ الآراء لتحليل المشكلة. عشان هيك شو قلنا؟ يعتمد على التحليل والتركيب، يعتمد على التحليل والتركيب. أيضا الآن بعد دخول وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا ومواقع الانترنت، صار نزل الفيسبوك والواتساب، فهو يعتمد على ما يتداوله الناس أيضا، اللي بنسميه كنا قبل ما تنزل وسائل التواصل الاجتماعي شو بنسميه كنا؟ الإشاعة. صح؟ إشاعة في مؤسسات خاصة ضمن الدول بتدرس الإشاعة وما يتداوله الناس وما يتناقله. فقط كلمة تفسير المشكلات يعتمد على التفسير بشكل عام، فأنا ضربت أمثلة على التفسير، تمام؟ مثلا تفسير الفكرة، تفسير الكلام، تفسير المشكلات، تفسير أحوال الناس، وتأويل أحاديثهم أيضا. التحقيق الصحفي هو معرض الخطر في أي لحظة. التحقيق الصحفي معرض للخطر. الصحفي المحقق المحقق نفسه، المحقق الصحفي طبعا يتعرض في بعض، حسب نوع التحقيق الصحفي، حسب نوعه وأهميته. في أحيان في عن جرائم، في أحيان زي عن بحث أو يبحث عن الموضوع، هو يبحث. فلا، هناك صحفيين محققون يعملون ضمن المكاتب، هناك صحفيين محققون ميدانيون. أنا قلت لك إنه المحقق الصحفي لا يعمل مفردا، وإنما يعمل فريق عمل، طاقم عمل. أستاذ محمد، قرأت مرة معلومة أن التحقيق الصحفي إذا أردنا أن يكون مثلا تحقيق استقصائي، فينبغي أن يؤلف كتاب، لأنه التحقيق الاستقصائي يحتاج إلى معلومات. أنا قلت التحقيق الصحفي هو البداية للصحافة الاستقصائية، يعني هو بداية. التحقيق الاستقصائي لسه أجوره اللي بيشتغلوا بالصحافة الاستقصائية أعلى، وهم متخصصين أكثر، بيكونوا متخصصين ويعتمدوا على الإحصاء، لكن التحقيق الصحفي أيضا بيعتمد على الإحصاء، مثلا بيعتمد على جمع الآراء. في كتير نقاط تقاطع بين المحقق الصحفي والصحفي الاستقصائي. جميل. مقدمة عامة في التحقيق الصحفي. التحقيق الصحفي يشرح ويفسر ويبحث في الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق. يعتمد التحقيق على أداة لماذا، كيف الاستفهاميتين، حيث يمكنه من أداء وظيفته الشرح والتفسير للأحداث من حيث الأسباب والتطورات والعلل والآثار والأبعاد وطرق الوقاية والعلاج. طيب، لحوقف شوي عن السؤال الذي يستخدمه التحقيق الصحفي. هلأ إذا لاحظتوا بعض التحقيقات الصحفية، لماذا أنا سأتناول التحقيق الصحفي اليوم في محاضرة اليوم؟ قد يقول قائل مثل ما قال لي لا نستخدمه كثيرا في صحافة الجوال. هو لا يستخدم في صحافة الجوال المرئية، لكنه يستخدم في صحافة الجوال الاجتماعية بالسوشيال ميديا كطرح أسئلة استقصائية، مثل قد يطرح سؤال لماذا ويأخذ تعليقات عليها. صح؟ صح.
ومواقع إلكترونية قد تأخذ استبيانات أيضا وتطرح لك حلول، مجموعة من الحلول. إذن يعتمد التحقيق الصحفي على أداة لماذا أو أداة كيف الاستفهاميتين، حيث يمكنه أداء وظيفة الشرح والتفسير للأحداث من حيث الأسباب والتطورات والعلل والآثار والأبعاد وطرق الوقاية والعلاج. تعريف التحقيق، طبعا بعلم الحديث، بعلم حديث رسول الله في المحققون أيضا، نعم صلى الله عليه وسلم، في المحققون اللي كانوا يشتغلوا بتحقيق الأحاديث، تدقيق اللغة، يعني من هون إجت كلمة التحقيق، أن يتحقق من الكلام، يعني فن يقوم على التحليل والتفسير للقضية أو الفكرة أو الظاهرة المتناولة لمعالجتها والوصول إلى حل يتناسب مع طبيعة الموضوع، جمع المعلومات والبيانات والآراء حول قضية أو ظاهرة أو فكرة أو موقف بواسطة الصحفي المحقق عن طريق مصادر متعددة لمعرفة الأسباب الكامنة وراءها ونتائجها وسبل معالجتها بشكل مهني وموضوعي وعلمي ودقيق. واضح هذا الكلام؟ لا. طيب اشرح لكم. أول شيء التحقيق الصحفي، اتفقنا أنه الصحافة هي مجموعة فنون، وفي فنون أربعة رئيسية: فن الخبر، فن التقرير، فن الحديث، فن التحقيق. حكينا نحن مبدئيا عن ثلاث فنون وتطرقنا قليلا لفن الحديث، وقلنا أنه التحقيق الصحفي هو فن. إذن أول شغلة هو فن يقوم على التحليل، قلنا هو يقوم على التفسير، التفسير ويقوم على التحليل والتركيب. ببداية شرحنا شو قلنا هون؟ يقوم على التفسير، التفسير بأنواعه: تفسير فكرة، تفسير كلام، تفسير المشكلات وأحوال الناس ومشكلتها، ويقوم على أساسيتين. اللي دارسين فلسفة بيعرفوا أنه في عنا بالقضايا، عنا قضايا تحليلية وعنا قضايا تركيبية، صح؟ التحقيق الصحفي يقوم على التحليل بداية كقاعدة أولى، ثم يقوم على التركيب. ليش يقوم على التحليل؟ لو عندي مشكلة أنا شو بسوي؟ بقول لك بدي فكفك خيوطها، تكون جوهرية مثلا، تمام، وفكفك ثم بعد ذلك أقوم بتركيبها. إذن يقوم على التحليل بداية ثم على التركيب. إذن هو فن يقوم على التحليل والتفسير للقضية أو الفكرة، قلنا تفسير فكرة، صح؟ تفسير الكلام أو الظاهرة، في ظاهرة منتشرة مثلاً بتركيا ظاهرة التدخين منتشرة، صحيح. أريد أن أعمل تحقيقاً، ليش الظاهرة موجودة بغير كل بلدان العالم؟ موجودة بشكل كتير كبير. فببدأ بدراسة أول شيء المشكلات، الحالات، الظواهر، الظاهرة المتناولة لمعالجتها والوصول إلى حل يتناسب. بعدين أول شيء بصير بعمل عمليات توعية للناس مع طبيعة الموضوع. بعدين بجمع المعلومات، قديش عدد المدخنين، من هم، المناطق الأكثر، طريقة الاستيراد، طريقة التصدير، من يدعم. تريد أن تفضل. كيف يتم موضوع الموضوع؟ إذن جمع المعلومات، ببدأ بجمع المعلومات والبيانات والآراء حول هذه القضية أو الظاهرة أو فكرة أو مواقف يقوم بواسطتها الصحفي المحقق عن طريق مصادر متعددة. يعني هو بيكون عنده شبكة علاقات عامة واسعة. شو المقصود عن طريق مصادر متعددة؟ أول شيء عن طريق زملائه من الصحفيين، اثنين عن طريق معارفه بيجمع المعلومات، ثلاثة عن طريق وسائل اتصاله، الشارع، آراء الناس، آراء الشارع، مسؤولين، عن طريق المسؤولين اللي بيعرفون، وهكذا. كل مصادر معلوماته بيستخدمها المحقق الصحفي لمعرفة الأسباب الكامنة وراءها ونتائجها وسبل معالجتها بشكل مهني وموضوعي وعلمي دقيق. اتفقنا على هذه النقاط؟ بحاجة لتركيز في هذه المحاضرة، لأنه إذا استفدتوا من عملية التحقيق الصحفي فعلياً أنتوا حتستفادوا غير البرنامج، حتستفادوا لما بعد البرنامج. في هذه المحاضرة حتكون استفادتكم إن شاء الله لما بعد البرنامج. التحقيق الصحفي يستهدف إلى استجلاء الحقيقة من العالم المحيط بنا ومعالجتها بأسلوب واقعي جذاب، ويهدف إلى التحري والبحث. الأخ تبع الاستقصاء، انتبه، التحقيق الصحفي يستهدف التحري والبحث والاستقصاء. فمشان هيك قلت لك في تقاطع كبير بين الصحافة الاستقصائية وبين الصحافة التحقيقية أو بين صحافة التحقيق. تفضل. ليش أنا قاطع كثير؟ لأنه أنا مجالي هندسة مدنية وعندي علاقة بالكلام ده. أنت مجالك هندسة مدنية. أيوة، فعايز استجلاء الحقيقة من العالم المحيط بنا ومعالجتها بأسلوب واقعي جذاب. الكلام كعربي مفهوم، لكن عايزين نفهم الدين. طيب. هلا أنت مهندس مدني، سأضرب لك مثالا من اختصاصك. الآن لو إحدى الدول أنشأت مشروع كبير، تمام، هذا المشروع تعرض لإشكاليات. ثم هذا المشروع في خلال بنائه تعرض المشروع مثلا للهدم او للوقوع او
فظهر مشكلات، مشكلة فساد، تريد أن تحقق في هذه المشكلة، تبدأ بالتحري. من السبب؟ هل السبب هو اللي قام بجلب المواد؟ هل السبب هي المؤسسة ولا المتعهد ولا من السبب وراء هذا الفساد الموجود في هذا البناء أو في ذاك البناء؟ تبدأ بالتحري والبحث والاستقصاء. هذا الاستقصاء، يعني كلمة الاستقصاء قريبة من الإحصاء، جمع معلومات توثقها، بتدون أنه نحن مثلا هذا الواردات، هذه الصادرات، وهون نقاط الخلل، كان في غياب للموظفين، محطوط مثلا 1000 موظف، اللي عم يحضروا 600 أو 500. بعضهم يعرفون الاستقصاء عدم ترك أي ثغرة يمكن السؤال عنها. بالضبط، أنت في التحقيق الصحفي تجمع أكبر قدر من الأدلة والوقائع والأحداث. تحاول البحث عن الحقيقة، هو التحقيق البحث عن الحقيقة، محاولة البحث عن الحقيقة. كنت محمد رافع إيدك. لا لا بس خلاص، نفس السؤال. نفس السؤال. نفس السؤال. إذن التحري والبحث والاستقصاء في واقع أو حادثة أو قضية أو مشكلة، ومعرفة الأسباب، شو الأسباب اللي أدت لهذه المشكلة، والدوافع الخاصة، يعني هناك دوافع خاصة وهناك دوافع عامة. ضربنا مثال التدخين في تركيا، ظاهرة عامة، في ظواهر خاصة مختصة بمناطق معينة. والاستماع إلى كل الآراء. الصحفي المحقق، ليش قلت لكم التحقيق الصحفي بياخد وقت أطول؟ الصحفي المحقق قد يضطر أنه، أضرب لكم مثال على موضوع التحقيق الصحفي مشان بسطه لكم. في المحقق كونان تبع برنامج الأطفال، تذكروه؟ شو نذكروه؟ ما زلت فرق هذه. المحقق كونان هو تماما يقوم بعملية التحقيق الصحفي، تمام، بجمع المعلومات والبحث عن الحقيقة، هي خطوة من خطوات التحقيق الصحفي، تمام. أول قضية أول قضية محقق صحفي. كونان هو يمارس عملية التحقيق. أنا عم أقول أنا ما قلت كونان يعني محقق صحفي، أنا ضربت مثال لتقريبه لأذهانكم. انتبهت أخي الكريم؟ أنا قلت طريقة البحث عن الحقيقة تتشابه، وقد يصل المحقق إلى إصدار الحكم في النهاية، وقد يكتفي بعرض جوانب هذه الواقعة أو الحادثة أو القضية فقط. يعني أحيانا المحقق الصحفي ما بيحط رأيه، أحيانا لأنه ليش ما بيحط رأيه؟ مين بيجاوبني ليش أحيانا المحقق الصحفي ما بيحط رأيه؟ خلينا نتناقش بهذه الفكرة أولا قبل ما ننتقل. عبد الله، لأنه محايد. لا، لأنه أي قضية فيها مؤيدين ومعارضين، فهو ما لازم قد يظهر مؤيدين ومعارضين. يعني هي مقبولة الرأي، بس مو هو السبب الرجوع للموضوعية. نعم، شو السؤال؟ ليش المحقق الصحفي أحيانا ما بيحط رأيه بس أحيانا بيحط رأيه؟ الفرق بين التحقيق، لأنه هناك فرق بين التحقيق الصحفي والعمل الصحفي والوظيفة القضائية، يعني في بعض الربط كتير. بس شو قلت المحقق الصحفي؟ شو اسمك؟ زياد المزغني. زياد، قلت إن المحقق الصحفي والصحفي والعمل المهني منفصلين تقريبا شوي عن بعض، وهناك فرق بين العملية شو؟ القضائية، الإجراءات القضائية. الإجراءات القضائية، جميل هذا الكلام، وضح لي أكثر. بس خلينا نعطيه فرصة. يعني مثلا قام بتحقيق في أو استقصاء في موضوع مثل ما ذكرت، مثل مشروع بنائي أو شيء، وفيه قضية فساد، هو يبين الحالة، يجيب عن لماذا وكيف ولماذا حدث كل ذلك، ولكن لا يحمل المسؤولية إلى أي طرف، لا يقول أنه فلان الفلاني هو الذي يتحمل المسؤولية. لأن لو قال رأيه خلاص هو أخذ شغلة ما هي بشغلته، لين الحكم مهنيا المحقق هو يعرض القضية للجمهور، حتى الجمهور هو من يعني يفرق بالحالة اللي بحط رأيه. ليش بحط رأيه؟ أنا قلت في حالتين، حالي بحط رأيه، قد يحط رأيه وقد ما يحط رأيه. هون قرب كتير بس ما جاوب. في مسائل مثلا لو أنك توجه الأصبع إلى شخص معين يمكن أنه يقاضيك. يعني أحسنت، بس إلا شوي لسه كمان، لسه ما وصلنا للجواب. معاذ، هو العملية التحقيق وعملية القضاء منفصلة لكنها مرتبطة بأنهم عملية يعني تتابعية، التحقيق يسبق القضاء، بالتالي الرأي راح يكون في النهاية عند في القضاء، والمحقق هو مجرد إيصال المعلومات اللي تتوصل لها. كمان هلا بلشتوا تقربوا بس ما عم تعطوني. طيب ليش بحط رأيه في حالات بحط رأيه؟
الموضوع ما فيه اتهام الى شخص، ما فيه اتهام الى مؤسسه معينه. قد يكون في اتهام الى مؤسسه معينه ويحط رايه. الى امانه كثير من المحققين يسيسون التحقيق لطرف ما، يعني الى هذا الموضوع معينة. الموضوع التسييس امر اخر، احنا ما بنحكي نفس التحقيق او تحقيقين متشابهين، واحد ممكن تحط رايك واحد ما ممكن تحط رايك، السؤال ليش؟ تحط رايك بعض التحقيقات تكون مستوفيه للشروط كامله فيمكن بها استخلاص نتيجه. احسنت مرتين بس اعطيني الجواب، يعني وصلت صفيان كلمه انت للجواب. اخضر يمكن ان يعطي رايه اذا كانت قضيه راي عام. انا عدلي بس سؤالي، اذا كان مستوفي الشروط، انتبهوا على الكلمه، قال اذا كان التحقيق مستوفي الشروط كثير ممكن يحط رايه. هذا جابه وهذا بعد بايه صفي له كلمة يقول إذا التحقيق، انتبهوا سؤال زميلنا زياد، قال إذا التحقيق مستوفي الشروط بحط رأيه، يعني إذا المحقق الصحفي وصل لنتيجة، معنى الكلام لنتيجة صارت أدلة وحقائق دامغة بين إذن فهو يعرض رأيه. أما إذا الأدلة والوثائق والمعلومات غير متوافرة، ظنية لا يحق له أن يقول رأيه، لأنه يمكن القضية تنقلب عليه. أيوة. التحقيق المكتوب أم التحقيق المرئي؟ بكل أنواع التحقيق. فالتحقيق الصحفي المرئي بيترك الباب للمشاهد ليحكم، والتحقيق المكتوب أيضا يترك للقارئ إذا كانت الأدلة غير كافية أو الوثائق التي وصل إليها المحققون الصحفيون. نعطي مثال، مثلا إذا كانت مثلا قضية سياسية مطروحة وكان انتخابات تشريعية أو انتخابات برلمانية أو كذا في انتخابات، فالمحقق أو يجب أن يكون حياديا، ليس مع هذا الحزب وليس مع هذا الحزب، لا يمكن أن يعطي رأيه مثلا أن هذا الحزب قد ذهب من انتخابه. التحقيقات السياسية أنت عم تأخذ نوع من أنواع التحقيقات، نحن عم نحكي بشكل أشمل بشكل أعم، تمام، عم نحكي عن التحقيق بشكل عام. إمتى فيك تحط رأيك أو ما، طالما أنه في عندك أدلة ووقائع وأحداث وآراء غالبا بتحط رأيك. أما إذا الأدلة غير مؤلف، غير التحقيق الصحفي غير مستوفي الشروط، من شروطه يكون عندك أدلة ووقائع وأحداث. انتبهتوا للفكرة؟ أمسك تظهر النتائج راح يكون ضمن. انتبهوا كمان لموضوع الرأي العام، راح يكون رأيه بصير مثل واحد من الرأي العام. والصحفي ما لازم، الصحفي المحقق ما لازم يكون. شو السبب؟ طيب السبب الإجابة بهذا بهون، عم أقول لك لأن التحقيق الصحفي فن يقوم على خبرة، فلازم المحقق الصحفي يكون عنده خبرة واسعة وكبيرة، أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما تتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع، ثم يزاوج بينهما للوصول إلى الحل الذي يراه صالحاً لعلاج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي. شو معنى هذا الكلام؟ هذا في الجواب لسؤالك. جواب على، مو جواب لسؤالك، جواب على فكرة أنه المحقق الصحفي ليش ما لازم يكون صحفه رأيه مثل واحد من الآراء العامة حتى بالقضايا السياسية. حتى شوف فيصل قاسم وقت بيطرح على مستوى رأيين، رأي ورأي آخر، شو بيساوي؟ بيحاول يكون انه يا اخي رد عليه، هو يقول هكذا، هو يلعب دور. لا هو نوع هذا الفن بالاساس، الفن انه يكون حيادي، صحفي اولا واخيرا يمتلك السمعة. اذا كان سمعته سيئه ما حد تعدل بالضبط، قد يخسر سمعته. اذا فن يقوم على خبرة أو فكرة أو مشكلة أو قضية. شوفوا كل شيء هلا عم نحكيه في المحاضرة عم يدور حول هذه الكلمات، أن التحقيق، لاحظوا يعني عم لخص لكم المحاضرة هنا، أن التحقيق الصحفي هو تفسير وتحليل وتركيب، يعتمد على كل الوسائل المتاحة، على كل شيء وسائل معلومات متاحة، على التحليل وتفصيل، هدول أساسيتين بيعتمد عليهم التحقيق الصحفي، التحليل والتركيب. التحليل والتركيب اللي دارسين أدبي، اللي دارس أدبي بيعرف شو يعني التحليل والتركيب، واللي مو دارس أدبي ببسط له إياها في لعبة الأولاد الصغار اللي كانوا يلعبوها المربعات، تمام، يطبقهم بيطلعوا صورة معهم، أيوه ركبهم ويفكهم، هذا هي البازل. ركبت له واحدة، نعم أنا ما ركبت له واحدة، ما قدرت ذكي ما شاء الله من صغير. هي عم نحكي نحن على الفكرة التحليل والتركيب، انك بدك تفكفكها اولا حتى تعيد تركيبها بشكلها الصحيح. ممكن ياخذ وقت طويل.
ممكن ياخذ وقت التحقيق الصحفي، ممكن ياخذ وقت طويل، ممكن ياخذ وقت طويل، شهر شهرين ما في. الفكره التي يطرحها اذا فن يقوم على خبره او فكره او مشكله او قضيه يلتقطها الصحفي، انتبه الصحفي انه في تركيا نسبه التدخين مرتفعه فيبدا باعداد تحقيق صحفي، انتبه انه في ظاهره معينه في بلد من البلدان العالم نسبه العنوسه مرتفعه جدا، يبدا باحداث تحقيق صحفي حول الموضوع، يلتقطها من وين؟ من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع المادة الموضوع بما تضمنه، يشوف الصحف شو نشرت، التلفزيونات شو حكيت، آراء الناس، آراء الشارع، هل هناك في التاريخ مراجع تاريخية تحدثت عن هذه الظاهرة إذا ظاهرة تاريخية مثلا، وهكذا. وظائف التحقيق الصحفي، أولا يلعب التحقيق الصحفي وظيفة الإعلام، وذلك من خلال تضمين أحيانا بيلعب موضوع التحقيق الصحفي موضوع الصدمة الإعلامية، يعني قد تكون أنت في بلد من البلدان منتشرة في ظاهرة ما منتبهين، البلد نفسها ما منتبهة لهذه الظاهرة، فأنت شو بتساوي؟ بتعمل لها عملية صدمة، شو السبب؟ حتى ينتبه المجتمع إلى أن هذه الظاهرة ظاهرة غير صحية وهي صارت عادي عندهم. صحيح. وذلك ممكن في أشياء زي كده أستاذ محمد؟ نعم؟ ممكن في أشياء زي كده الشعب كامل ما يعرف عن الظاهرة، قد يكون يعني غير ملتفت لها، إيه ممكن، أو غير مبالي، أو غير مبالي يعتبرونه شيء عادي، إنه شغلة عادية يعني، فأنت بتنبههم، واجبك التنبيه، واجبك يعني نقول مثل كلمة طيبة، يعني مثل إنك تحقيقات صحفية تغير استراتيجيات الدولة، إنك أنت واجبك التوعية بالكلمة الطيبة، تمام، توعي المجتمع، أنت الآن حامل فكر وحامل قلم وحامل رسالة تؤديها بتوعية المجتمع، بإنارة المجتمع، برفع الذائقة الفنية والثقافية والفكرية لديه، زي اللي صار لقضية تركان تقدم عليها الإعلام البداية، إيه واجبك إنه إثارة قضية، شو الهدف؟ الهدف لأنه المجتمع يلتفت إليها، قد يراعيها، وهكذا. أستاذ محمد، أيوه. مثلاً ذكر رقم صادم، يعني زي في السعودية يومياً تصل 20 حالة وفاة بسبب حوادث السير، أو المجتمع قد يجرى تحقيق صحفي حول هذا الموضوع، أو المجتمع السعودي اللي مارس عدد المارس فيها الرياضة 13% من تركيبة المجتمع السعودي، فهذه كلها صادمة ذكرت في بيانات مثلا 13% في المجتمع السعودي، هذا الأمير عبد الله بن سعد، تفسير ذكر. تفسير الكلام، تفسير الكلام، خير دليل على ذلك التفسير القرآني، شوفوا المفسرون يختلفون، صح؟ خير ذلك أنه قد تنشأ ظاهرة كلامية في المجتمع تحتاج إلى بحث طويل وتقصي كثير من الحقائق لتبحث فيها. طبعاً أنا أعطيكم أمثلة قريبة من دراستكم حتى أنتم تصيروا يعني تستشفوا المعلومات، إذن يلعب التحقيق الصحفي وظيفة الإعلام، وذلك من خلال تضمينه لمعلومات وحقائق جديدة يتلقاها القراء، فهو بذلك يكون قد أمدهم بالأخبار الساخنة التي لم يتعرفوا إليها من قبل، قد يهدف التحقيقات، قد تهدف التحقيقات الصحفية التي تجريها وسائل الإعلام إلى الإصلاح، تمام؟ قد تكون مجموعة التحقيقات، طبعاً هذا إذا كانت النخبة المحققة الصحفية نخبة واعية ونخبة متمكنة، تمام؟ ماذا تهدف؟ تهدف إلى الإصلاح من خلال مجموعة التحقيقات التي تجريها. يلعب التحقيق الصحفي وظيفة الإعلام، وذلك من خلال تضمينه لمعلومات وحقائق جديدة يتلقاها القراء، فهو بذلك يكون قد أمدهم بالأخبار الساخنة التي لم يتعرفوا إليها من قبل. واضح الكلام؟ طيب معلش، التحقيق الصحفي مش هو أصلاً إعلام، ويعتبر إعلام أصلاً؟ التحقيق الصحفي هو إعلام، هو فن واحد من أهم الفنون في الإعلام. التحقيق الصحفي واحد من اهم الفنون في الاعلام. ذكرت انت انه اغلى او افضل وظيفه الظاهر او زي كذا، اعلى راتب. اي واحد من اعلى الرواتب. وظيفة الاعلام. نعم؟ يمكن كذا مقصده. وظيفة الاعلام. كذا مقصده. الفنون الاساسيه في الاعلام اربعه عددناهم. هي فن الخبر الصحفي، فن التحقيق الصحفي، والتقرير، فن التقرير الصحفي، فن الحديث الصحفي. يلعب التحقيق الصحفي وظيفة الإعلام، وذلك من خلال تضمينه لمعلومات وحقائق جديدة يتلقاها القراء، فهو بذلك يكون قد أمدهم بالأخبار الساخنة التي لم يتعرفوا إليها من قبل. على فكرة ظهور وسائل السوشيال ميديا قد تنقل بعد فترة التحقيق الصحفي إلى ميدان السوشيال ميديا بشكل أكبر بكثير.
لوسائل التواصل الاجتماعي يعني قد تنقل التحقيقات الصحفية إليها بشكل أكبر بالكبير، خصوصي على تويتر والفيسبوك والوسائل الجديدة التي تظهر بشكل أكبر، قد تنقل التحقيق الصحفي لأنها تأخذ ردة فعل بشكل سريع، تأخذ إجابات بشكل سريع عن الموضوع. وتويتر سوى التصويت غير موضوع التصويت قد نعم تذهب إلى أعمق من ذلك في موضوع ممكن التحقيق. هذه مقدمة، نعم أقول مقدمة اللي إيه قد تكون هذه الاستبيانات مقدمة إلى تحقيقات صحفية أشمل وأوسع. إذن إن اعتماد التحقيق على أداة لماذا وكذا أداة كيف الاستفهاميتين يمكنه من أداء وظيفة الشرح والتفسير للأحداث من حيث الأسباب والتطورات والعلل والآثار والأبعاد وطرق الوقاية والعلاج. ثالثا إن إيجاد حلول للمشكلات والقضايا التي يعالجها هذا الفن تجعله يؤدي وظيفة التوجيه. انتبهوا على هي الفكرة كثير مهمة بس لنشرحها بشكل سريع وأرجو أنه تركزوا معي. عم أقول لك التحقيق الصحفي هو مو بس وسيلته أخبار الناس كما يقوم الخبر والتقرير، لا هو أداة موجهة، يعني هو بيضبط المجتمع، بيضبط حركة المجتمع، بيضبط آراءهم، بيضبط توجهاتهم. فمشان هيك قلنا لك المحقق الصحفي هو ليس صحفيا اعتياديا، هو صحفي متمكن وصحفي ذو خبرة. انتبهتم للفكرة؟ شو عم أقول لك هون؟ الكلمة الأساسية بهذا الموضوع أن الفن الذي يجعله يؤدي وظيفة التوجيه والإرشاد، وهي تعتبر وظيفة أساسية له لأنها تعمل ليس على الاهتمام بالقضايا المطروحة فقط، بل تؤدي إلى نبش حضارة الأمة السالفة ونقلها إلى الأجيال الحاضرة ورسم المستقبل أمامهم على ضوء الماضي والحاضر. تفضل. ذكرت بأن التحقيق هو أداة من أدوات الضبط الاجتماعي. التحقيق الصحفي هو الفن الوحيد الذي يلعب دور أنه أداة للضبط الاجتماعي. وماذا إذا كان يجي الحديث بدرجة أقل الحديث الحوار الصحفي بدرجة أقل من ذلك، لكن التحقيق هو فعليا هو أداة موجهة للمجتمع عامة، للمجتمع كاملا، لأنه يلعب وظيفة الإرشاد والتوعية. ولكن التحقيق بحد ذاته مضبوط من طرف سياسة، وإذا سياسة الجريدة أو غالبا يعني حريته تكون اكبر بكثير من باقي الفنون الصحفيه. غالبا التحقيق الصحفي معه حريه واسعه جدا اذا ما قارنته بباقي الفنون، اذا ما قارنته بالخبر مثلا حريه التحقيق اوسع بكثير، لانه بالاساس المحقق الصحفي قلنا لك اول شيء هو ليس صحفيا عاديا، هو صحفي ذو خبره وصحفي مخضرم. اثنين ان الصحفي المحقق يعتمد على ادله ووقائع وعلى شهود، ويعتمد على آراء، ويعتمد على إحصاء وعلى استبيانات. كل هذه الأدلة تجعل موقفه قوياً أمام المؤسسة التي يعمل بها لنشر مادته. أستاذ، من أمثلة التوسع مثلاً أو الحرية في الصحافة التحقيقية، مثلاً الدكتور عبد العزيز قاسم هو في السعودية محقق ما شاء الله مشهور، يعني محقق صحفي، فحقق مثلاً ظاهرة الإسلام السياسي لدى مثلاً الترابي، حسن الترابي، ومجموعة من المتمثلين مثل فتح الله جولين وكذا، الذين يتحدثون عن الإسلام السياسي، فأخذ الإسلام السياسي على أنه ظاهرة وبدأ يتحدث وحقق إلى أن أخرج كتاب كامل يعني، وكان يصدر النشر على أنها نشرات أسبوعية تحقيقية. بس عيد لي الفكرة. هو أخذ الفن هذا التحقيق الصحفي على أنه ظاهرة الإسلام السياسي، إنه في ظاهرة الإسلام السياسي. إيه نعم، أنا أقصد إنه في أخذها كظاهرة. كظاهرة نعم. تمام. ودرسها مثلاً الإسلام السياسي لدى حسن الترابي، الإسلام السياسي مثلاً عند فتح الله جولان. انتبهتوا؟ وين راح هون زميلنا محمد؟ عليك أستاذ، معليش عندي اعتراض. ظاهرة حتى تسمى ظاهرة لا بد لها أن تستوفي مجموعة من الشروط. من بينها حتى تسمى الظاهرة ظاهرة لابد أن تتوفر على مجموعة من الشروط ذكرها إيميل دوركاين في كتاب قواعد المنهج. مثلا أن تكون قهرية. هل الظاهر هل الإسلام السياسي قهري؟ لا. نعم. لا. لا. صح. لا. لا. نعم. أثار قضية جدلية بحد ذاتها قضية جدلية. انتبهوا، هي واحدة من الشغلات اللي بيعتمد عليها التحقيق الصحفي. شو السبب؟ انه التحقيق الصحفي بده مؤيدين ومعارضين للفكرة. اذا هي مهمة التحقيق الصحفي انك تبحث في القضية، انك حتى ان مجرد انك تبحث في القضية هي مهمة التحقيق الصحفي. نضيف نقطة اخرى، ثاني شيء لا يكون هنالك قدرة للبشر على التحكم فيها. ظاهرة سياسية يمكن التحكم فيها. ظاهرة سياسية يمكن التحكم فيها. يمكن التحكم فيها.
حتى تسمى الظاهرة ظاهرة أمريكا شروط. عم نقول على الظاهرة في التحقيق الصحفي، انتبه انتبه، الظاهرة عم نقول الظاهرة في التحقيق الصحفي عندما تكون منتشرة، مجرد ما أدت إلى الانتشار فنحن نسميها في علم في علم الإعلام، في علم الإعلام أنها انتشرت فأصبحت ظاهرة. أنا أتحدث من ثلاث مستشفى المجتمع. أنت قلت لموضوع آخر. الظاهرة والله درجتونا. بس حنسمع آخر آخر رأي. الظاهرة هل هي وليدة اللحظة؟ هل هي وليدة أم موجودة سابقا؟ الإسلام السياسي موجود من منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بجديد. ليس بجديد هذا يعني شغل السياسة، سواء كان إسلام سياسي أو غيره، هو موجود سابقا أصلا. فهل يعتبر هو ظاهرة وليس بظاهرة؟ هذه قضية وليس بظاهرة. الأصل ليس بظاهرة لدينا. هل الظاهرة ممكن أنها تكون ناشئة؟ قد يأتي قائل ويقول لك هو بفترة من الفترات كان موجود ثم غاب ثم رجع ظهر، فأنا عم وصفه ظاهرة أنه عاد إلى الظهور، لكن هو موجود، هو موجود يعني مسبقا، هو الأصل، هو الأساس. قد ما يقول لك ما غاب، هو غيب، ما غاب غيب. فهون الفكرة، أي قضية تأخذ قضية جدلية التحقيق الصحفي بترد شبه لكم إياها بتشبيه آخر. بتعرفوا المختبر؟ المختبر، المختبر شو بيساوي؟ بيقعد بيبحث لك بالمختبر. فهي مثل عملية مختبر، بدك تخضع على دراسة وإحصائيات وآراء. أحيانا الأمزجة بتلعب دور بالتحقيق الصحفي. تخيلوا قديش المزاج موضوع بسيط، تمام؟ يعني المزاج قد يتغير، تمام؟ المزاج قد يتغير من وقت لوقت، لكن أحيانا التحقيق الصحفي يأخذ بالأمزجة أيضا. إيجاد حلول للمشكلات والقضايا التي يعالجها هذا الفن تجعله يؤدي وظيفة التوجيه والإرشاد، وتعتبر وظيفة أساسية بتقويم المجتمع وإرشاده له، لأنها تعمل ليس على الاهتمام بالقضايا المطروحة فقط، بل تؤدي إلى نبش حضارة الأمة السالفة التي نقلها إلى الأجيال الحاضرة ورسم المستقبل. أحيانا بعض التحقيقات، وخصوصي إذا كانت سلسلة متتابعة من التحقيقات الصحفية، تمام، تساهم في رسم المستقبل. بيقول لك الخطة الخمسية اللي تساهم الدول برسمها على أساس ماذا تعتمد؟ على أساس تحقيقات سواء استقصائية أو تحقيقات صحفية. الدول الكبرى والدول تعتمد على دراسات، بيقول لك الخطة الخمسية للسنوات الخمسة القادمة، صح؟ على ماذا يعتمد؟ يعتمد على تحقيقات استقصائية يقوم فريق متخصص بإعدادها، وتحقيقات صحفية. تحقيق برنامج شاهد على العصر تحقيق صحفي؟ لا، حديث صحفي. برنامج شاهد في الصندوق، ما بعرف شو اسمه هذا اللي بيساووه، الصندوق الأسود. هذا يدخل في إطار التحقيق الصحفي. الأفلام الوثائقية، هذاك حديث الشخصيات. شاهد على العصر حديث الشخصيات، تحقيق زي ولكن سري للغاية. أنا ليش قلت تحقيق الصحفي؟ إيه ممكن سري للغاية. ذكرت لأنه موضوع شاهد على العصر ينبش، وذكرت شفت يعني مثلا في شخصيات ظهر مع شخصية واحدة، مع شخصية واحدة يعني ظهر الماضي، انتبه، هو يستخدم فيها اسلوب التحقيق في الحوار. يستخدم اسلوب التحقيق يعني خلاص في الحوار، لكن هو حديث شخصيات ما يستخدمه. حديث صحفي يستخدم وظيفة يعني طريقته طريقة التحقيق. إن إيجاد حلول للمشكلات والقضايا التي يعالجها هذا الفن تجعله يؤدي، عم عاد لكم هاي الفكرة مشان تحفظوها لأنه مهمة، وظيفة التوجيه والإرشاد، وتعتبر وظيفة أساسية لأنها تعمل ليس على الاهتمام بالقضايا المطروحة فقط، بل تؤدي إلى نبش حضارة الأمة السالفة ونقلها إلى الأجيال الحاضرة ورسم المستقبل أمامهم على ضوء الماضي والحاضر. رابعا، يقوم التحقيق الصحفي بوظائف التسلية، مثل الأسئلة اللي بيطرحوها بالصحف، بوظيفة التسلية، الأسئلة اللي ببرامج المنوعات اللي بتكون لها مجموعة من الإجابات. يعني حتى هون بالقناة عندكم اللي ممكن تعطينا سؤال للمشاهدين يتضمن أكثر من إجابة، يتضمن أكثر والمشاهدين يجاوبوا. إذن هذا نوع من التحقيق الصحفي يتضمن وظيفة التسلية والإمتاع للقراء، وهذه المهمة تتحدد بطبيعة الموضوع الذي يراعي جوانب الترف لدى القراء. مواصفات محرر التحقيق، شو المواصفات التي يجب أن تتوافر في المحقق الصحفي؟ واحد، الموهبة الصحفية. طبعا أنا ما حأشرح هون لأنه يفترض أن تأخذوا المحاضرات.
اثنين المواكبة، المواكبة للأحداث والتطورات. واحد الموهبة، اثنين المواكبة، ثلاثة استكمال التحقيق. يجب أن يستكمل التحقيق مثل ما قلنا شروطه. ثلاثة الثقافة الواسعة، يجب أن يتحلى المحقق الصحفي بثقافة واسعة، ثقافة علمية وفكرية واسعة. استكمال التحقيق أربعة، الثقافة الواسعة أربعة، الهواية. شو المقصود هون بالهواية؟ هاي بدي أوقف شوي عن شرحها. يعتبر عنصر الهواية والحماس من أهم ميزات المحرر الصحفي الذي يجب عليه أن يتمتع، حيث أن هذه الميزة تدعو الصحفي للعمل بهذا الفن بكل حب وعطاء. يكون شغوف بهذا العمل وهوايته أنه يبحث في المواضيع التي لا تظهر للجميع، يعني يهوى هذا الشيء. مثل مثلا شخص هوايته الرسم، هوايته كذا، هو هوايته التحقيق. بالضبط، شغفه. صحيح. إذن الهواية يعتبر عنصر الهواية والحماس، يعني أنه هذا الشخص متخصص، بس ما بكفي متخصص، يفترض يكون يحب هذا العمل وهذا المجال. صح صح. مهارة الحديث الصحفي، يجب أن يمتلك هذه المهارة، لأنه بالأساس هو ما عم يقابل شخصية واحدة أو نوع واحد، بده يتحدث مع مجموعة كبيرة من الناس. يعني ممكن يتحدث مع مسؤولين، ممكن يتحدث مع ناس عاديين، مع أشخاص عاديين، ربما يضطر إلى النزول مثل ما قال إلى الشارع. تمام؟ قد يأخذ آراء الناس، قد يضطر أيضا إلى اللقاء بمتخصصين في لحظة من اللحظات. على محرر التحقيق الصحفي القيام بمهارة الحديث الصحفي أو إجراء المقابلة الصحفية من أجل الحصول على الحقائق المشوقة، وعليه أن تتوافر فيه ملكات أو صفات الملاحظة والتغلغل والمعاصرة لكي يعطي القراءة أو القصة في كتابته هذه، بالإضافة إلى التعاطف والفهم. يعني أحيانا بيضطر أنه يتعاطف مع قضية حتى يسمعها بهدوء، بيتعاطف معها مشان يندمج. أيوة، مشان حتى يندمج. شوفوا استخدام المفردات والكلمات هنا. على المحرر التحقيق الصحفي القيام بمهارة الحديث الصحفي. ليش بمهارة الحديث؟ لأنه بده يتحدث مع مختصين، طبقات مختلفة. تمام. فلو كان عن الحديث عن الإسلام، ظاهرة الإسلام السياسي، أو عن الإسلام المعاصر، أو عن الإسلام القديم، أو عن الإسلام الحديث، وهو واحد طبعا، فهو بده يقعد مع المختصين تبعاته. إذا كان الموضوع ظاهرة اجتماعية، فهو بده يقعد مع علماء اجتماع، بده يقعد مع ناس عاديين، وإذا كانت الظاهرة بسيطة بده يقعد مع ناس بسطاء، وهكذا. أيضا يجب عليه أن يراعي رؤية عناصر الاهتمام الإنساني في الحقائق التي يستند عليها وكتابته، والتي يجعل تحقيقه مقبولا لدى القراء. أنه دائما يجب يكون بسرد التحقيق في تسلسل منطقي، نحن نسميه تسلسل منطقي للأحداث. منهجية، بناء هرمي. منهجية، لا، البناء الهرمي في الخبر. الخبر. انتبه. هون ما لا، هون ما في بناء هرمي. إنه مشان تشد القارئ وتجذبه ومدري. حتى البناء الهرمي في الخبر بطلت هذه المدرسة. بطلت. يعني. تمام. المهم أنك تكون ممنهج في الطرح. يعني عندك منهج. يجب يكون التسلسل منطقي للأحداث. واضح؟ في أي استفسار قبل ما أكمل المحاضرة؟ سأفتح باب الاستفسارات دقيقتين. في استفسارات؟ ما في. المعرفة، يجب أن يتمتع أيضا بمعرفة واسعة الصحفي. على المحرر أن يتمتع بالمعرفة، حيث أن كتابة التحقيق الصحفي تتطلب إدراكا علميا بالسوق ومهارة في جعل التحقيق يقفز إلى موقع الأهمية من المطبوع نفسه، بالإضافة إلى القدرة على الكتابة بوضوح. الفرق بين المعرفة والثقافة العلمية واسعة. قد يكون واحد عنده ثقافة عامة بس ما عنده معرفة نفس التخصص. طبعا الإدراك قد نسميه تخصص، أو قد نسميه تبحر في المعلومات، أو عمق في الأفكار. استخدام الكاميرا، يجب على المحرر أن يملك القدرة على استخدام الكاميرا. هذا لأنه قد يكون هو عم يشري تحقيق، ظهرت معه حادثة، فممكن يلتقط الصورة بسرعة لظاهرة معينة، أو مثلا وقعت بعض الأوراق بين أيديه، يلتقط بعض الصور لهم لأنه لا يتاح أخذهم مثلا إذا كان في بعض المؤسسات الحكومية. يجب على المحرر أن يمتلك القدرة على استخدام الكاميرا، هذا بعد فهمه لفنون التصوير من حيث أجزاء الكاميرا وعملها والتمحيص والطباعة، وذلك خوفا من حدوث خلل فني في قسم التصوير. يعني لازم يكون ولد بالتصوير المحقق بأساسياته على الأقل.
يعني لمحة سريعة. لو بالكاميرات البسيطة، ما نحكي على الكاميرات المعقدة احترافية يعني. إيه كاميرا بسيطة يعني يصور فيها بعض الأمور. كاميرا الجوال. إيه ممكن كاميرا الجوال حاليا. معرفة المحرر الصحفي لأكثر من لغة بالإضافة إلى لغته الأصلية، وهذه شرط أساسي إنه يكون يتقن لأكثر من لغة على الأقل. لا عم نقول لك الصحفي هو المحقق الصحفي درجة أعلى من الصحفي. اثنين، الشخصية يجب أن يتمتع بشخصية قوية وبكاريزما. أن يتمتع محرر بشخصية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن نفسه إذا ما تعرض للمسائل القانونية. التحقيق الصحفي. تفضل مين؟ أسألك لو السؤال أنه بعيد عن هذا هذا يعني مهارات هذا مواصفات المحرر، محرر الصحفي الذي هو اختصاصه الصحافة والإعلام، هل له علاقة بالمواطن؟ احنا قلنا في اللغة صحافة الجوال يعني علاقة بالمواطن سيكون صحفيا، وهو مثلا ليس شغوف بهذا المجال لكنه رأى خبرا أو حدثا ويريد أن يصوره ويرسله مثلا إلى أخبار أو صحافة. أجيبك ببساطة، الموضوع متعلق بالفترة الزمنية. أنا قلت لك الآن التحقيقات الصحفية في الجوال شو أخذت الشكل المبسط، لكن مع الزمن قد تأخذ شكلا، قد تكون التحقيقات الصحفية لها باب أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي. شو السبب؟ السبب أنه زيادة العلم يؤدي إلى فتح أبواب أوسع. فالآن الجوال مثلا فترة ظهور قديش له ظاهر الآن في 10-15 سنة، فهو وصل إلى درجة معينة. تمام؟ في قناة تعتمد على مراسلين صحفيين يرسلونها عن طريق الجوال. بالضبط. قناة كبيرة وعندها نقطة ثانية سأجيبك بنقطة أخرى، أن المحقق الصحفي لا يعمل منفردا، يكون مجموعة عمل من الصحفيين معه، معه ورشة عمل، معه مجموعة عمل من الصحفيين معدين، وأيضا لهم تراتبية عملية ومراسلين صحفيين مونتير معهم، فبيكون في معه، لا يعمل وحده، مع مجموعة عمل، مع فريق عمل. إذن بالعكس صحافة الجوال في المستقبل ستتاح لها أكثر تحقيق صحفي. شوفوا الآن الوسائل، المؤسسات الإعلامية الكبرى بلشت تعرض بعض نشاطاتها عن طريق الجوال، صح؟ استخدم الجوال ببعض القضايا. إذن غير التسويق، حتى ببث بعض البرامج، أخبار تعتمد على مقاطع من المصورة بالجوال، أخبار خبر يطلع بالضبط أو البرومو. التخطيط للتحقيق الصحفي، يقوم التحقيق الصحفي جيد على مراعاة الإعداد جيد للفكرة. كل شيء عم تاخذوه أنتو لحالكم، فكروا بينكم وبين نفسكم كيف ينطبق هذه الفكرة، كيف تنطبق على الجوال. لو فكرت لحالك تأملت هيك مجموعة من الدقائق ستجد الإجابة لوحدك. إذن يقوم التحقيق الصحفي جيد على مراعاة الإعداد جيد لفكرة التحقيق، حيث يعد البحث عن فكرة جيدة لتحقيق صحفي مميز أهم ما يصادف المحرر. واحد، ما الذي يهمه هذا الموضوع؟ لماذا يهمه هذا الموضوع؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون اهتمامه بالموضوع؟ لماذا؟ ما الذي يهمه موضوع التحقيق؟ من هي الشريحة المستهدفة نحن نسميها؟ لماذا يهتمون في هذا الموضوع؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون اهتمامه بالموضوع؟ يقوم التحقيق الصحفي جيد على مراعاة الإعداد جيد للفكرة التحقيق، حيث يعد البحث عن فكرة جيدة للتحقيق صحفي مميز. جديدة أو جيدة؟ فكرة جديدة أو جيدة، هم مكتوبة جديدة، فكرة جديدة لازم تكون وفكرة جيدة بنفس الوقت، جديدة وجيدة للتحقيق صحفي مميز أهم ما يصادف المحرر الصحفي في اجتماعه الصباحي مع رئيس القسم، وبالتالي يكون البحث دائما عن إجابة التساؤلات. يعني قبل ما أنا بلش بإعداد تحقيق صحفي بشاور مين؟ فريق العمل اللي معي، وبشاور رئيس القسم، وبجتمع مع مدراء التحرير الموجودين في المؤسسة وبناقشهم بالفكرة، حتى إذا استكملت الفكرة أبدأ في التحقيق الصحفي. جميل. هل يمكن أن تحقق على مؤسسة معينة دون أن تستشير مديرها أو مدير المؤسسة التي تحقق عنها؟ تستشير مديرك أنت بالفكرة وليس في طريقة التحقيق، أيضا تستشيره بفكرة التحقيق. انتبهتوا؟ أي ثلاث أسئلة؟ لا هذول الأسئلة أنت لازم يكونوا في ذهنك قبل إعداد التحقيق. بتقول له هذا التحقيق يهم شريحة الرياضيين، هذا يهم شريحة رجال الأعمال، هذا يهم شريحة كذا، هذا يهم كذا، هذا يهم شريحة المجتمع كاملا، وهكذا. قبل ما هذا
الإعداد والتخطيط للتحقيق الصحفي يعتمد إلى عناصر أساسية. واحدة، تحديد مدى صلاحية الفكرة المختارة للتحقيق الصحفي، هل هي تصلح لهذا العصر والزمان والمكان؟ اثنين، التفكير في الأسلوب الملائم لتحريرها وصياغتها، سواء كانت عبر الجوال أو عن طريق الكاميرا أو في الصحافة المكتوبة، شو الطريقة الأنسب لتحريرها وإعدادها؟ التفكير في الأسلوب الملائم لتحرير التحقيق الصحفي مع الاهتمام بجوانب جذب القراءة بما لا يتعارض مع الموضوعية ودقة التناول. اختيار المحرر. النقطة الثانية ميكيل، التفكير في الأسلوب الملائم لتحرير التحقيق الصحفي مع الاهتمام بجوانب جذب القراء ما لا يتعارض مع موضوعية، وش اللي هذا بجوانب جذب القراء بما لا يتعارض، كيف هذا؟ أنت بدك تجذب القراء، انتبه. التفكير في الأسلوب الملائم لتحرير التحقيق الصحفي مع الاهتمام بجوانب، يعني أنت بدك تهتم أنك تعمل جذب للمشاهد إذا في التلفزيون، وإذا بالسوشيال ميديا بدك تجذب أيضا متابعة، بحيث أن لا يتعارض مع مهنية عملك كمحقق صحفي. يعني ما يكون أنه الله أنا مشان أجذب أعمل جذب للمشاهدة فبروح بعمل تشويق وإثارة خارجة عن الموضوعية والمهنية. أصل حد الأسباب بالضبط. مثلا يعني اختيار المحرر أو مجموعة المحررين لتنفيذ وتحرير التحقيق الصحفي، لازم يكون الفريق العمل متفاهم مع بعضه البعض. أيضا تحديد الزمن المناسب الذي يستغرقه التحقيق، هذا التحقيق يحتاج إلى شهر، هذا التحقيق يحتاج إلى شهرين، هذا إلى أكثر، هذا إلى فترة زمنية أطول، بعض التحقيقات تأخذ سنوات أيضا. لا، سنوات إيه؟ تحقيق صحفي. إيه تحقيق مو تحقيق صحفي، تحقيق صحفي. الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بالصحيفة من صور ورسوم وأرشيف ومكتبات حتى يخرج التحقيق الصحفي بشكل متكامل. التوقيت المناسب لكتابة التحقيق الصحفي. تتعدد مصادر التحقيق الصحفي من أخبار الصحف ومقالاتها إلى الملاحظة الشخصية وإلى التجربة الإنسانية المباشرة، وكذلك الأحاديث الصحفية والنشرات والوثائق. النقطة الأخيرة بس عشان خذها من عندي. التوقيت المناسب لكتابة التحقيق الصحفي مكتوب عندي خلاص ترجع. مصادر التحقيق الصحفي، طبعا أنا راح أختم المحاضرة هون مشان نرجع نتفق مشان موضوع الامتحان اللي بده يصير بالأخير، مشان أنتم تبلشوا تجهزوا نفسكم. تمام. تتعدد المصادر التحقيق الصحفي من أجل أخبار الصحف ومقالاتها إلى الملاحظات الشخصية، أحيانا بيسجل ملاحظاته، أحيانا بيعتمد على حديث الذكريات، أحيانا بيعتمد على ما وثقه الكاتب، أحيانا بيعتمد على الفهرس. مين اللي ذكر مبارح الفهرس؟ ذكرت الفهرس بالتحقيق الصحفي، حتى الفهرس بتستخدمه في بأمور تانية. انتبه، التحقيق الفهرس مهم جدا أحيانا بيكون هون في التحقيق الصحفي، يكون مهما أحيانا أكثر من باقي الأمور الصحفية. ممكن التقرير إذا كان مدته طويلة جدا أو كبير جدا أو هذا يكون فهرس. ما التقرير قلنا فيه ساعتين، ليش يكون فيه فهرس؟ حتى لو مدته لا تقاس بفترة إنتاجه. انتبهت علي شلون؟ حسب فترة إنتاجه أيضا، ليس المدة. نتحدث عن المدة، نتحدث هون عن فترة الإعداد التي تسبق العرض. فترة العرض قد تبلغ ساعة ساعتين وهكذا، لكن فترة الإعداد مثل ما قلنا قد تأخذ أشهر، قد تأخذ أيام، قد تأخذ سنوات. وأبرز ما في التحقيق الصحفي هو اختيار الموضوع الذي يهم القراء كالاكتشافات العلمية والأدوات الجديدة وعلاج الأمراض. طلبوا بعض الأشخاص طلب أمثلة، ونحن بسبب بداية المحاضرة شوف خذ هاي الأمثلة أخي الكريم. وأبرز ما في التحقيق الصحفي هو اختيار الموضوع الذي يهم القراء كالاكتشافات العلمية والأدوات الجديدة وعلاج الأمراض المزمنة والخدمات الصحية والآلات الحديثة والحاسبات الإلكترونية. كل هذا قد يخضع لشو؟ للتحقيق الصحفي. والغريب والطريف في الموضوعات المشوقة مثل مقابلة مع ضرير استعاد بصره مرة أخرى، أو استعراض لمجموعة أقزام في السيرك. وإجمالا فإن الغرض الأساسي من التحقيق الصحفي أيا كان موضوعه هو التفسير الاجتماعي. رجعنا لكلمة شو؟ تفسير موجودين صح، تفسير والتفسير النفسي للأشخاص الذين اشتركوا في الأحداث، وهو يستطيع أن يلقي جملة أضواء على المشكلة المعروضة ويزيد من قدرة القراء على الاستمتاع به وتتبع قراءته. إعداد وتنفيذ التحقيق الصحفي، اختيار الفكرة،
جمع المادة الأولية للتحقيق، تنفيذ التحقيق الصحفي. سأكتفي بهذا القدر اليوم من أجل استعادة بعض الأفكار وتجميعها ونتفق. هل قسمتم نفسكم لمجموعات عمل؟ معكم هنا 20 شخص، تقدرون نديروا 5 5 5 5 أربع مجموعات. خمس مجموعات، أربع مجموعات توصل. أنا عندي كلام بدي أقوله، بتكلم بالنيابة عن إخواني الموجودين. أنت ممكن ذكرت أن في بداية المحاضرة أن ما أخذنا المادة العلمية من الأستاذ، وأيضا مسألة التحضير. يعني الشباب ممكن لو تلاحظ في البث أنه والله نبدأ من الساعة 2 الظهر ما ننتهي إلى الساعة 12 في الليل، وما فيه حتى 5 دقائق وقت بريك الواحد يرتاح فيه. فما نقدر أي يعني مسألة التحضير، مسألة حتى توزيع الفرق والله ما فكرنا فيها. يعني اليوم عندنا مسابقة فردية، وأمس كان عندنا أمسية كانت عن القرآن، وبكرة عندنا مسابقة جماعية. يعني مرة الموضوع ضغط غير طبيعي. فأنا ودي يا أستاذ يعني تطلعينا مسألتين بس، يعني مسألة التحضير وأيضا مسألة المحتوى، أنما يكون، لأن والله الشباب يعني أنا ما أدري، أنا أشوف وجيههم صراحة وأقول لا تعليق، يعني واضح نتبشر بخير. فمجرد رأي يعني أو اقتراح بالنيابة عن إخواني. شو الاقتراح؟ الاقتراح المحتوى أنه يكون أقل. يعني ذكرت أن علينا في الاختبار أو الامتحان راح يكون من المذكرة ومن اللي شرحته أنت، تمام؟ فهذا راح يكون جدا صعب علينا، أكون معك صريح، يعني لأن عندنا أشياء ثانية. يعني عندنا مسابقة فردية اليوم معطينا 3 أوراق بس. دقيقة محمد، معطينا 3 أوراق فقط، والله بعض الشباب يمكن ما كملها، 3 أوراق فقط، فما بالك يعني بمحتوى كبير، لأن ما في وقت أصلا، يعني ما في وقت. بعض الشباب حتى النوم ما ياخذ راحته في النوم. يعني عشر ساعات البث، اجتماعات عندنا، وعندنا بروفات ايضا لتحضير المسرح، يعني تقريبا 12 13 ساعه احنا هذا كله. طيب اكل نوم تحضر دوره ما يعني متابعات يعني كثير. استبشرنا خير في البدايه لما انت قلت الاختبار من هنا المذكر، وحتى قلنا مع ان هي كثيره لكن نحاول نضغط نفسنا ونكمل. هي كثيره هذه كثيرة. لا انا الان والله يا استاذ عين، الان انت بتتكلم عن الصفحات اللي موجوده عندك فقط. احنا لو كنا اعتمدنا على الصفحات دي قلنا يلا نشيل حيلنا ونحاول نكمل. الان الصفحات دي فقط عيننا من بعدها مسجل الورقه، بسجل من هنا وبسجل من هنا، يمين وشمال يمين وشمال في الورقه. ما شاء الله تبارك الله، يعني المعلومات وكميه المعلومات اللي انت تمتلكها ما شاء الله. لكن هذه بالنسبه لنا ضغط، وهم عرب ونحن اندونيسيا روسيا ماذا نفعل؟ هذه الان ساقسمكم اذا لمجموعات عمل. بتحبوا انا اسمكم لمجموعات ولا انتم تقسموا انفسكم؟ اعطيكم مهله لبكره. اذا حنقلص عدد المجموعات من 5 الى 4 ولا نخليهم 5؟ انا بفضل خليهم 5، 5 افضل. 4 خلونا نبقى 4 مجموعتين. 4 مجموعات نحن الاسبوع، لا لا 5 5 مشان اعرف. الاسبوع الماضي اللي كان عندنا صناعه الاطور، بس لو سمحتم الاسبوع الماضي كان عندنا نفس الشيء واخذنا 4 مجموعات، يعني مدرس قال 4 كل واحد. لا انا اريدكم 5 مجموعات لو سمحتوا. تفضل راي اخويا استاذ فارس. بما انه الاعلاميين هم يعني هذا مجالهم، تخلي كل 2 مع مجموعه حتى نكون 4 مجاميع، كل واحد في مجموعه، كل 2 حتى نستفاد من خبراتهم وتكون نطلع الماده اللي نحضرها تكون بشكل قوي. العمل راح يكون جماعي. أنا بتمنى منكم بس إنه تاخذوا لو سمحتم بس أعطوني مجال. أول شيء تفعلونه اليوم تاخذوا المحاضرات هذه لكل مجموعة بتحاول تاخذ على الأقل نسختين، يعني شخصين بيروحوا بياخذوا. ركزوا معي لو سمحتوا، بياخذ المحاضرات المساء بعد ما بتخلصوا أو صباحا بتفيقوا باكرا قبل بساعة. تجتمع فورا مجموعة العمل، بتفطر مع بعض بالغرفة أو بتفطر وبتطلع تدارس حوالي ساعة ساعة ونصف المادة العلمية. غدا ورشة عمل فيما بيننا ستكون، يعني بكرة ما هعطيكم بقى المادة العلمية، سنتناقش في كل ما أخذناه في 3 أيام. منيح، سأختصركم مادة من جزء من المادة العلمية. تفضل. هو طبيعة الاختبار كيف ستكون؟
طبيعة الاختبار؟ نعم يعني طبيعة الاختبار جزء عملي وجزء نظري. هلا الجزء النظري هو أسئلة ستطرح عليكم وستجاوبون بشكل فردي وشكل جماعي؟ لا بشكل فردي وغالبا تكون كتابة كتابة أيضا جو. غالبا تكون كتابة سنتناقش تحريري غالبا سنتناقش بها اليوم يعني والمحاور متاحة المحاور حصرا من المحاضرات والمادة اي بالطبع اكيد مش حصرا ما حنجيب شيء من خارج اكيد مش وما تناولناه يعني ما سجلته ايضا من ملاحظات. هذا الامر الاول. الامر الثاني ماذا المشروع التي حتنفذوه؟ كل مجموعة عمل انتم خمس مجموعات عمل اتفقنا كل مجموعة خمس مجموعات عمل كل مجموعة عمل ستنفذ مشروعا. هذا المشروع هو عبارة عن ريبورتاج او تقرير صحفي يتضمن تحقيقا عن البرنامج الذي تشتغل عن برنامج المجرة بشكل عام. تحبوا بتاخذوا من الكواليس آراء الطلاب تحبوا الفكرة متاحة لكم تحبوا تعملوا عن الدورة نفسها تقرير صحفي في الجوال تاخذوا آراء الناس وتعملوا له مقدمة وتعملوا له خاتمة التقرير له خاتمة بتتفقوا مع المدرب انه بتاخذوها. كل مجموعة تحتاج الى جوال او جوالين تمام لتنجز المشروع. تنجز مشروع مدته 3 دقائق تقوم بمنتجته ثم نعرض المشاريع للمشاهدة. سامحني سأل قلت آراء الناس وين الناس؟ آراءكم آراء المصورين فريق العمل كواليس المجرة. نختار واحنا الموضوع. نعم الموضوع شنو بالضبط؟ انتو بتمنتجوه او حدا بتعطوه لحدا يمنتجه ايه او بتعدوا على الاقل بتشرفوا على مونتاجه. طيب ايش رايكم انتو تسووا ذا وانا امنتلكم وكنت جالس واخذ الدرجة اشرح. لا في مونتير هي بظن او بتمنجو عن طريق الجوال تمام. في مونتير ولا في بظن هذا مونتير اول المحاضرات قال لك انه مونتير من دوره العطور اللي هو مونتير بتحبوا نبسطه اكثر بنعمل تقرير على شكل استمزاج اراء بالمشاركه في المشاركه والدورات اللي نعطي على الموضوع مفتوح. طيب خلي موضوع الافكار كل مجموعه تقترح السؤال عشان تجاوب انت استمزاج قد يكون استمزاج اراء ها قد يكون الموضوع الذي ستطرحه استمزاج اراء. يعني مثلا انت بدي اخذ الاشخاص اللي ما ظهروا في البرنامج الصعوبات اللي عانوها المشاكل كذا فانا بعد ريبورتاج عن هذا الموضوع بقي من الوقت معنا قليل فحنستجمع المعلومات لو سمحت حنستجمع المعلومات مشان نفيدكم. فممكن يكون عن الأشخاص الذين ما ظهروا في البرنامج نأخذ الصعوبات اللي عانوها أو فترة ما قبل القدوم ظاهرة ما قبل القدوم أنه قبل ما تجوا أنتوا تشاركوا في هذا البرنامج وثلاثة قد تتناول طموحاتكم المستقبلية بعد ما تروحوا أنتوا من البرنامج. فأنت بتأخذ مجموعة من الآراء بحيث أنه كل رأي لا يتجاوز 25 دقيقة أو 30 دقيقة 30 ثانية عفوا 25 أو 30 ثانية وبتعمل له مقدمة بسيطة تقرأها يقرأها أحدكم بصوته. تفضل. اتفقنا على 5 أو 4 مجموعات أتمنى الجميع يتمنى أن 4 مجموعات كل مجموعة تكون فيها 5 اللي يوافق يا شباب 4 مجموعات يرفع يده. على فكرة 5 مجموعات أفضل لكم ها أفضل لكم كيف؟ أفضل أنه وقت بيكونوا 5 مجموعات معناتها المجموعة فيها 4 معناته كل شخص بيلحقوا 25% من مجموع الدرجة 25% من نفس العدد يعني نعم كل هو العدد 20 يعني لو المجموعة توزع مثلا لو عندي مثلا انا علامتين فكل شخص راح ياخذ نصف درجة ليش لو المجموع مثلا عم بضرب مثال لا لانه هو الطبيعي انه مثلا الجماعي 50 الدورة من 50 ممتاز 50 نقطة أنت قلت 25 للعملي و 25 مثالا ليس يعني أوكي. طيب فلنفرض أنه الآن أنت اتفقت على 25 25 إحنا 5 مجموعة جينا طرحت علينا أي سؤال أي عدد من الأسئلة جاوبناه بشكل سليم ده بياخد 25 25 25 25 25 مجموعة كلها بتاخد 25 نفس الرقم كل واحد يعني مثلا جاوبوا كلهم 23 كلهم ياخذون 23 إيه بالضبط هيك أنا عم هو ما يقصد هذا هو شكلهم فهمتوا حاجة ثانية بس أنا اللي قلت أنه بياخذوا 4 فرصة متساوية بالمعلومة بالمشاركة نعم وقت بتخليهم 5 قد واحد من الـ4 يشاركوا ويطلع المادة جيدة بس لكن شخص هضم حقه في شو في المشاركة ضمن المجموعة
يسعون العمل بينهم يعني حرصا عليكم هذا الموضوع فقط. تفضل. هو سد الخمس افراد في المجموعه او اربع افراد والنقاط حتتقسم حتتقسم ما في مشكل. انا اللي حقول لك يا استاذ انه مشكل في الاعلاميين مثلا، احنا منشدين وانا في فريق ممثلين ثم فريق اعلاميين. اذا عملنا مثلا فريق فيه خمس افراد يكون معنا اعلامي مثلا مع اربع منشدين، لان مثلا اربع منشدين عندهم روح الفريق، احنا مجموعين نتذكر مع وكذا. اللي بده اربع مجموعات يرفع ايده لو سمحتوا. اربع مجموعات شباب، اربع مجموعات يا شباب، يعني خمسه في المجموعه، يعني خمسة في المجموعة، خمسة أفراد في المجموعة. جميل. طيب خلاص اتفقنا، إذن أربع مجموعات، كل خمسة أفراد في المجموعة. طبعا يمكن الآن وقت برنامجنا قارب على النهاية، أهم شيء تأخذوا المادة العلمية تقوموا بدراستها بشكل جميل، بشكل جيد وجميل وموثق. اثنين، أهم شيء بكرة تجوني المجموعات مقسمة، يعني بكرة بدي أعرف كل مجموعة مع، وبكرة حنعمل تست بسيط كيف حيكون طبيعة الأسئلة، يعني حسرب لكم جزء، حجرب لكم جزء من الأسئلة. لكن بشكل إنه تكونوا مستعدين. بس خليني أنا أختم المحاضرة اليوم وبعدين سوف أجيبه. إذن أعزائي المشاهدين، محاضرة اليوم حول التحقيق الصحفي وصحافة المواطن والجوال، عملنا إضاءات حول هذا الموضوع. أشكر كل المشاركين في هذا البرنامج وكلهم ما شاء الله مميزين ومتفوقين، إن شاء الله بتمنى النجاح للكل، لكن هو الذي سيسابر هو من سينجح. كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. التحقيق الصحفي ايش مكتوب تحته؟ التحقيق الصحفي يعتمد على التفسير، تفسير الكلام، تفسير يحتاج لهدوء. ها؟ يحتاج لهدوء. يحتاج. التحقيق الصحفي يحتاج لهدوء. يا يحتاج لهدوء. لو سمحتم. ذكرت انه المحقق الصحفي هو يرشد المجتمع، يوجه المجتمع. لو سمحت. يوجه المجتمع، صحيح؟ يرشد ويوجه. طيب الآن مراكز الدراسات إذا انتشرت واستقطبت المحققين من صالحهم ولا؟ مراكز الدراسات من صالح؟ من صالح، يعني كل ما انتشرت مراكز الدراسات كل ما انعكس على المجتمع بالإيجاب. مراكز الدراسات تفيد في خدمة المجتمع. أيوة لا. تمام. صحفية تعتبر من صالح المجتمع ومن صالح يعني الطرفين. من صالح الطرفين. يلا شكرا. دعوا لنا. الله يوفقك. السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. هذا شين هذا؟ سوشيال هيسين، بس أنا هي بدها ثلاث نقاط.